وصلت وزارة التخطيط الإعلان عن الملامح الأساسية لبرامج التنموية والاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بخطة العام المالي 2020-2021. أوضحت وزيرة التخطيط هالة سعيد أن الخطة استثنائية ومختلفة عن سواها في توجهاتها والمستهدفات والأولويات الخاصة بها، لافتة إلى أنه تم توجيه استثمارات حكومية بنحو 8 مليار و220 مليون جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء.